ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كرة القدم السهلة، كرة القدم السهلة سواء أثناء التدريب أو أثناء المباراة الواقعية هي أحسن كرة قدم بالعالم. هذا الكلام أنا مستمد مما يعرف بالمراقبة الكبيرة للفعاليات التدريبية أو للأداء الفني لفرق 5 نجوم. بسيط يعني، لو تأخذ مدربين إلى ساحة فريق 5 نجوم وتلاحظ وحدات تدريبية صدقوني عادية، وأنا هذا الكلام مسؤول عنه طبعا. يمكن أنت أن تراجع وحدات تدريبية على الإنترنت لفرق ألمانية إسبانية إنجليزية، تدريب عادي لا يزيد عن بالوصف يعني عن تدريب بسيط، يعني تدريبات بسيطة، ربط لعب 8-8، 6-6، تمارين التصويب، تمارين الكروس، هي هذه الدور لكرة القدم الدور في هذا المجال، إضافة إلى أنه المدرب يأخذ حصة من تدريب التكتيك. أنا وأستغفر الله من كلمة ثانية أركز على ما يعرف بأن أصعب تدريب هو التكتيك، وأهم تدريب هو التكتيك، لكن بالجنرال بالعام الفعاليات التدريبية أو الوحدات التدريبية هي عبارة عن إحماء بسيط، عن استخدام السلالم الأفقي، استخدام ما يعرف بالأدوات التدريب، ثم تمارين لياقة بدنية، ثم يدخل المدرب في تمارين مصغرة، ثم يدخل المدرب في تمارين كبيرة. في هذه التمارين المصغرة والكبيرة أما غايات تكتيكية أو غايات فنية أو غايات بدنية، بالإضافة إلى ما يعرف بتطوير فهم اللعبة، بالإضافة إلى أنه الفرق الكبيرة تتميز بأنها دائما تدرب من أجل معالجة مشاكلها اللي تظهر بالمباراة، وهذه ناحية مهمة في كرة القدم. فالكثير من الأخوان اللي يسألون أبنائنا المدربين، لأن أنا أسجل هذا البرنامج إلى المدربين الشباب ولا كل مدرب يعني يحتاج إلى التطوير، ما كل إنسان ما يحتاج إلى التطوير ويتعلم. هذه مجموعة من اللاعبين، هاي منطقتين جزاء، فريق مقدمة 5 نجوم كبير تحت نظري، احنا مطبقين بالسبعينات هذا، 80s 90s، وكل المدربين بالعالم مطبقين، حتى مدربين مو محترفين يعني، وهو اللي هو مجموعتين 18 و18 هذا، واللاعبين فقط كل ما يأدون لعبتهم كرة يهيئون الكرة أمام الهدف، المخابين اللي ما عندهم كرة يهاجمون الكرة ويصوبون على المرمى من الجهتين في نفس الوقت. 5 نجوم أنا شايفه هذا، يعني أضع لك إياه، هذا مو بالتمرين اللي شفته أنا، هذا في كل العالم، إنه البساطة في التدريب جيدة. أنا مدرب أريد أركز اليوم على تحفيز التصويب قبل مباراتي، أجيب هذا التمرين أعطيه بدون عقد، بدون كلام، بدون واضح بسيط، راح وبدلوا مراكزهم اللاعبين وأصبح اللاعب مع الكرة للعب خلف مجموعة التصويب، واللي صوب يروح خلف مجموعة اللي تنقل، ويتصرف المدرب في نوعية التصويب، في نوعية التكنيك، فترة معينة الكل تأخذ حصة من الروبوتيشن، وهم 5 نجوم زين جاء بعد فترة إحماء، ما الجديد في هذا؟ لا يوجد شيء جديد، لكن نسميه مستوى التنفيذ والأداء يكون عالي، لأن اللاعبين مستوى الأداء المهارياتهم عالي جدا. فكان التصويب من خارج منطقة 18 ياردة، وكان أغلب الكرات تروح بالهدف. فلد أذكر كثير من المدربين الشباب، لا تشغل نفسك بالبحث عن أشياء معقدة، والآن أضعاني أسهم كثيرة منقطة ركض وهرولة، خذ الشيء البسيط، خذ الشيء الحاسم اللي تريده ودربه، ولا تحاضر، خلي اللاعبين يكررون، خلي يركزون على الكواليتي، النوعية، لأن الكواليتي هي واحدة من الكلمات التي تستخدم في كل العالم،
أثناء التدريبات في كل المسابقات، أنه المدرب يذكر اللاعبين التركيز على النوعية وليس على الكمية. فأريد أني تصويب يضع الكرة في الهدف، يهزم حارس المرمى، هذا اللي أريده. أريد متابعة يسموها فلوردا أو الريباون، أتابع الريباون. أنا ما أريد بس اللاعب أعلم أنه يصوب، يصوب يهاجم الكرة اللي صوبها، احتمال ترتد من الحارس، احتمال ترتد من الهدف. فشوف هاي السيمبل يسموه فوتبول. ينسألني سائل أنه وضعت على الرسم وراد شرح، بعض الأحيان ما يحتاج الشرح، مناولة من صاحب الكرة رقم واحد، اثنين يهاجم هاي الكرة، ثلاثة يصوبها، أربعة يروح خلف مجموعة الكرة، واللي هيئة الكرة يروح خلف مجموعة. عدد من الريبيتيشن لا يقل عن 10 لكل لاعب يكون زين. مسافة التصويب قد تذهب إلى 15 ياردة إذا أنت كنت في الفئات العمرية، حتى تعطي مجال وتحفيز اللاعب أن يساهم في نجاح التصويب، لأن نجاح التصويب في هذه التمارين تكسب اللاعب ثقة نفسه، يستخدم اللاعب أنواع التكنيك حتى يهزم حارس المرمى بالتصويب، شيء جيد. فأنا اليوم مباشرة أخذت هذا من برنامج الرابطة، شوف على رابطة المدربين المحترفين العرب الصورة، وشرحتها بشكل بسيط، راح أضعها، وهذا ينطبق على كل المواضيع اللي أكتب عليها. أنا لاحظ هنا easy to organize, easy to understand and easy to execute، سهلة التنظيم، سهلة الفهم، وسهلة التصويب. اللهم رب العالمين ساعد البشرية، لم يبقى إلا أنت سبحانك، الأمر بيدك. من هذا الفيروس اللي دا يطحن بالناس وبأحبائنا، وأنا إحنا كل الناس على الطريق هذا، ترى لا حد يأمن، إياكم تأمنون من هذا الفيروس الخبيث الشيطاني اللي أنا أخوكم أبوكم صديقكم الدكتور موفق المولى من العراق. شكرا جزيلا.